كيف أربح من الانستغرام أو كيفية الربح من الانستغرام؟ بداية، 4 أشياء لازم تعرفها للربح بالانستغرام. أول شيء وهو الأهم بالربح بالانستغرام هو الترويج، وطبعا هذا الشيء الرئيسي الترويج عبر ستورياتك، يعني يكون الشخص مشهور ويروج المطاعم أو الأكسسوارات مثل ما شايفين بالمقطع، يكون إعلان مدفوع، يعني هو بس الشركة منطيته هذا الإعلان، أو يروج للمنطقة السياحية أو لمطعم مثل ما شايفين بهذا الفيديو عرض مكان المطعم. يكون أغلبا هذن إعلانات مدفوعة من نفس صاحب المطعم أو نفس صاحب الشركة، وهذا هو الشيء الرئيسي للربح بالإنستغرام. فكل المشاهير يعتمدون على هذا الشيء الأساسي، فيروجون عبر الستوري عندهم بتجربة ألعاب مثل ما شايفين، أو لمقطع ريلز ناشره صاحبه عن لعبة فياخذون عليها أجور على هاي الإعلانات أو الترويجات. فتلاقي اغلب المشاهير يكونوا عم يجرب عطر ويحط اسم الشركة او يحط موقعها او يحط حساب الشركة الموجود، او حتى يروجون لاشخاص يصورون تصوير فوتوغرافي مثل ما شايفين بهذا المقطع، او يروجون لمطاعم يكون يتغدى بيه وبعدين يروج لاسم المطعم ومكانه وايضا حساب الانستغرام الخاص بيه. وها هي الاساس بالربح بالانستغرام. بعدين الشيء الثاني الان راح نشرحه، الربح من هدايا ريلز مثل ما شايفين، يعني تكونك ناشر مقاطع ريلز وتاخذ هدايا من الشركة على هذن المقاطع اللي تنشرهن، وطبعا هاي موجودة عند بعض الدول وعند بعضهن غير موجودة هاي الميزة، لهذا الناس تكتب لي انه هي مو موجودة عنده او هكذا شيء، فهي موجودة عند بعض الدول. وثالث شيء هي الربح عن طريق الهدايا، ايضا هدايا ريلز. طبعا هاي الاشياء جاءت بوقت متأخر، يعني ما كانت موجودة لكن أتت بعد التحديث الجديد لإنستغرام. مثل ما شايفين بدأ الربح الأموال عن طريق الهدايا على ريلز. وطبعا إذا ما اكتفيت بالشرح تقدر تدخل على قناتي وتشوف الشرح الباقي وبس، وسلامتكم.